للمتابعه انضم الينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه. دكتور عبد المنعم، يعني توجيهات رئاسيه واضحه ومباشره لدفع عجله الاستثمار وجذب الاستثمارات. خلال اجتماع الرئيس اليوم كان هناك توجيه بالسماح بفتح الشركات الافتراضيه، طبعا بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات مع تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. هل لك أن تلقي لنا المزيد من الضوء على هذه الفكرة وهذا التوجيه؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة هو ده يمكن العامل الجديد اللي يعني بيحظى باهتمام العالم ككل بفتح الشركات الناشئة والشركات الناشئة وأيضا التوجه لزيادة حجم رواد الأعمال على مستوى العالم، وبالتالي إن هناك كان إشكاليات بتواجه رائد الأعمال والشركات الناشئة من خلال هو عدم القدرة على التأسيس، وجود تكاليف عالية في إجراءات التأسيس لفترات طويلة، وبالتالي النهارده السماح ليهم عن طريق الأونلاين يقدر يقوم بإخطار التأسيس، يقدر يقوم بإنهاء النشاط برضه عن طريق الأونلاين، عدم وجود يعني أو الإتاحة إن أنا أنشئ الشركة أو التعاملات عن طريق الاونلاين من خلال عدم تواجد ليا مقر رئيسي ان انا اشتغل من خلال لابتوب او اشتغل في بيتي او ما الى ذلك، كل ده كان هناك تسهيلات، الهدف منه ان انا اشجع الاستثمار بشكل كبير، ايضا ما تم الاعلان عنه الافصاح عنه للمستثمرين سواء كان داخل مصر او خارج مصر من ان يكون هناك في قانون فيصدر في احتياءات ضريبيه من 3 إلى 5 سنوات للشركات في المنطقه الف اللي هي المنطقة الخاصة بالعاصمة الإدارية وصعيد مصر وأيضا منطقة تنمية محور قناة السويس، الهدف منها إن أنا أحفز الاستثمار، حجم الاستثمار على مستوى العالم بدأ ينخفض بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، وبالتالي النهارده لابد أن تكون الدولة المصرية نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي بحزم تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمار. نعم، طيب تأسيس هذه الشركات عن طريق الإخطار رقميا، كيف يمكن لهذه الفكرة أن تنال يعني جذبا للشركات الناشئة أو رواد الأعمال، خاصة أنها سيقام لها منصة خصيصا لذلك؟ المنظومة المصرية اللي تم عملها اللي هي مطلق عليها المنظومة الضريبية اللي بيتم حاليا تسليم الإقالات الضريبية والشركات عليها بتقوم بتتعامل من خلالها سواء كان شركات أو أفراد لهم ملفات ضريبية، تستطيع هذه المنظومة أو عمل منظومة موازية لها باختار في إجراءات التأسيس، وده مهم جدا لأنه تسهيل إجراءات التأسيس أنت كده بنجذب أو المستثمر بشكل كبير أنه تسهيل الإجراءات، لأنه النهارده معظم هؤلاء المستثمرين ليس لديهم القدرة المالية لمتابعة مع محاسب قانوني أو مستشار مالي أو مستشار قانوني وإجراءات طويلة ومعقدة، هو محتاج ينشئ أو لديه فكرة عايز ينشئها او يقيم لها شركه، فيتم الاختيار اونلاين من خلال وهو قاعد في البيت عنده يقدر يعمل الاجراءات الخاصه بها في ثواني، وبالتالي يكون هناك ازاله للعقبات وبالتالي هيكون اتاحه، والكلام ده معناه انه هيكون كثير من الشركات اللي بتذهب لبعض الدول العربيه الشقيقه او دول خارج مصر للوصول او بهدف انها يكون هناك اجراءات مسهله لهذا النوع من انواع النشاطات، وبالتالي هناك هيبقى جذب لهذه الانشطه وهؤلاء المستثمرين الصغار والحفاظ عليهم اعتقد هيكون مهم جدا في الفتره القادمه. نعم، اشكرك الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه.